أنا واثق من أنكم درستم اللغة والأدب، وأنا واثق من أنكم تعرفون من هو لوركا مثلاً. هل تعرفون من هو فريدريكو غارسيا لوركا؟ تعرفون من هو فريدريكو غارسيا لوركا؟ كاتب. ومن أين هو؟ الأندلس. أجل، وتعرفون من هو خوان رامون خيمينيز، أليس كذلك؟ هل تعرفون؟ أجل. من هو خوان رامون؟ إنه كاتب رواية حماري وأنا. صحيح، ومن أين هو؟ من إقليم الأندلس على ما أظن. من الأندلس، جيد. والآن بما أنكم تعرفون الأدب والكتاب الأندلسيين العظام، لابد أنكم تعرفون ابن حزم، أليس كذلك؟ هل درستم أعمال ابن حزم؟ هل تعرفون من هو ابن حزم؟ لا. لا؟ من أين يبدو لكم من اسمه؟ ربما من فنلندا؟ ابن حزم. هل تعرفون من هو الحاخام موسى بن ميمون؟ هل تعرفون هذا الاسم؟ لا تعرفون من هو ابن ميمون؟ لا. هل درستم الفلسفة؟ لا. لم تدرسوا منها شيء؟ لا. هل تعرفون اسم أرسطو؟ أجل. لكنكم لم تدرسوا الفلسفة؟ لا. هل تعرفون من هو أفلاطون؟ أجل. هل تعرفون القديس توما الأكويني؟ لا. القديس أغسطينوس؟ لا. الطفل يسوع؟ أجل. لكنكم لم تدرسوا الفلسفة؟ صحيح. هل تعرفون ابن رشد؟ لا. هل تعرفون أفيروس؟ هل يبدو لكم اسماً مألوفاً؟ أجل. نعم، يبدو مألوفاً. أجل. من أين هو؟ من أفريقيا. من أين؟ من أفريقيا. هل قلت من أفريقيا؟ أجل. ولما أفريقيا؟ لا أدري. هل يعرف أحدكم أين ولد ابن رشد الذي نسميه أفيروس؟ في قرطبة. إذن هو؟ إن ولد في قرطبة فهو إذن؟ أندلسي. هو من الأندلس، فكيف قررتم أنه أجنبي؟ بسبب اسمه الغريب. بسبب اسمه الغريب. يبدو وقع الاسم عربياً، أليس كذلك؟ أجل. فإن كان وقع اسمه عربياً فهو بالضرورة؟ عربي. ترون أنه عربي إذن؟ طوال 8 قرون كان إقليم الأندلس وشبه الجزيرة الأيبيرية بكاملها تدعى الأندلس، ومنذ ذلك الحين حتى الآن عشنا 3 قرون من الملكية، ولنقل قرناً من الدكتاتورية ثم الديمقراطية، وهنا نجد أن الفترة الأطول هي التي تدعى فيها شبه الجزيرة الأيبيرية بالأندلس. وعندما كان إقليم الأندلس أندلسياً، عندما كان إقليم الأندلس يتميز بنظام سياسي يضم حضارات وأديان مختلفة تتعايش مع بعضها البعض، صحيح؟ هل توافقونني؟ وبما أنها الفترة الأطول فهي التي تدرسونها أكثر، أليس كذلك؟ لا. لا. هي الفترة التي تأخذ الحيز الأكبر في كتب التاريخ التي تدرسونها. لا. لا. لا تعرفون اليهود السفارديم؟ لا. وما هو الاسم الذي أطلق على الأندلسيين المسلمين الذين عاشوا في الأندلس؟ أهم كانوا عربا؟ كانوا عربا ومن أصول شمال أفريقية؟ عبد الرحمن الثالث كان عربيا، أليس كذلك؟ ألم يكن عبد الرحمن الثالث عربيا؟ بلى. بالطبع كان عربيا لأنه ولد في أين ولد؟ كان من أصل عربي لأن أبويه كانا عربيين. أبوه كان من قرطبة. أجل، لكن جدته كانت من نافارا أو نبرة. أجداده كانوا إلى أي زمان ينتمي أجداده؟ لا أدري. لا أدري؟ ما هذا المكان؟ إذا جاء أحدهم إلى الأندلس وأنجب ولداً في الأندلس، فهل يظل أجنبياً؟ ما رأيكم؟ لا. لكنكم تقولون إنه كان أجنبياً. لا. هل كان عبد الرحمن الثالث أجنبياً؟ لا. كان من قرطبة، لكنكم قلتم إنه كان عربياً. بما أن أباه كان من قرطبة وجده كان من قرطبة فهو من؟ إنه أصل إسباني. أكان أندلسياً؟ أجل. ولما لم تدرسوا ذلك؟ بل درسناه. إذن هل كان خليفة أم أميراً؟ خليفة. وعبد الرحمن الثاني؟ خليفة. متأكدون؟ أجل. لا.
هل تستطيعون تعداد قائمة الملوك منذ الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا؟ تعرفون من هما الملكين فرناندو وإيزابيلا؟ أجل. وكان هناك ملوك من نافارا، وكانت هناك مقاطعات في برشلونة، وكان هناك ملوك من الشرق، ومع ذلك لا تستطيعون تعداد سلالة الملوك الأندلسيين ملوككم، الملوك الذين حكموا إقليم الأندلس لأطول فترة من التاريخ. وعلاوة على ذلك تقولون إنهم كانوا أجانب، بل حتى لا تعرفون ماذا كان يدعى أجدادكم. فاليهود منهم كانوا يسمون بالسفرديم، والمسيحيون منهم كانوا يسمون بالمستعربين. لقد مسحوا من ذاكرتكم الفترة الأطول من تاريخ شبه الجزيرة الأيبيرية. لقد بتروها كما بتر الأطباء إصبعاً من يدي، لكنني ما زلت أنا، وعليكم أنتم مسؤولية معرفة من كان أجدادكم.